في تحرك احتجاجي جديد تحت عنوان يوم الغضب، نظمت تنسيقية اعتصام الكمور وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين للمطالبة بتنفيذ اتفاق الكمور الذي كانت فيه المنظمة الشغيلة الضامنة لتطبيقه منذ أكثر من 3 سنوات عند توقيعه. الرمزية أكثر منها هو اللي معناها نحبه بلغتنا العامية، نحبه نفيقه سيد نور الدين الطبوبي الأمين العام اللي يوما ما أثرت فيه تطاوين وحل الفانا، وما حلش الفانا إلا بوعود، قال أنا اتفاق الكامور ولو على جثتي إنه باش يطبق. هو كان ضامن للاتفاق، وفي الضمانة هذه ما استدعناش بصراحة كتنسيقية، ما فهمناش نهار جانا قالنا تعالوا أنتم يا تنسيقية رانا ضمننا فيكم وضمننا في الاتفاق نتاعكم، تعالوا نتبعوه حتى جلسة تقييمية. وفي تفاعل مع هذه التحركات الاحتجاجية المطالبة بتوفير 1500 موت شغل بالشركات البترولية واستكمال الانتدابات بشركة البيئة والغراسات والبستنة وتوفير اعتمادات مقدرة سنويا ب80 مليون دينار للتنمية بالجهة، أكد مسؤولو الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين الإعلان عن عقد قريب لجلسة وزارية بخصوص هذا الموضوع. الاتحاد يتفاعل معهم بشكل إيجابي، وقع الاتصال بالأخ الأمين العام اللي حرك الملف من جديد، وستعقد معناها سيعقد مجلس وزاري في إن شاء الله في الأسبوع القادم بحضور ممثلي عن تنسيقية الاعتصام وثلة من الوزراء. وقفة احتجاجية أخرى سلمية ينتظر شباب الكامور منها تفاعلا حقيقيا من الحكومة بعد إعلانهم الانتظار لأسبوع آخر.